البرايم دخلوا الطلاب لأول مرة على الأكاديمية وبدأوا باكتشاف كل زاوية فيها. بكل حماس دخلوا البيت اللي رح يجمعهم لأشهر وملوا الدنيا ضحك وفرح. ولما طلع الضوء كان لتلاميذ لقاء تعارفي مع أساتذة الأكاديمية اللي رح يقدموا كل خبرتهم إلن. قبل كل موسم بكون عندي كتير خوف، خوف على الطلاب وخوف منهم كمان، كيف جايين لعنا، بأي نفسية، وهل هن محبطين، هل بالإضافة لأصواتهم الحلوة رح يقدروا يعطونا يلي جوا ويلي مخبيينه وما عم بظهروا لبرا. أول شيء بقول هاي أنا معكم السنة لأول مرة، سو مثلي مثلكم نفس الإكسبيرينس. أنتوا بدكم تقرروا يا بتاكلوا الأكل اللي بعتكم إياه، يا بتاكلوا الأكل اللي أنا ببعتكم إياه، يا بتاكلوا الأكل اللي أنا ببعتكم. أنا تعرفت اليوم على التلاميذ وأنا كمعالجة غذائية حسيت إنه في بعض التلاميذ شوي كتير بحبوا الأكل الزيادة عن اللزوم. بتكون موسم حلو ان شاء الله، وبدكم تطولوا بيتكم كثير، بدكم تيأسوا شوي، بدكم تبكوا شوي، بس نحن كلنا معكم. ان شاء الله هالسنه اقدر اهتم بس بصواتهم، مش اقعد اركض وراهم مشان المنامه مشان النظافه. انا عندي تحدي كبير السنه إنه خليهم يحبوا التمثيل ويصير عندهم هيدا الشغف ويفهموا إن التمثيل بيساعدهم بالغنى مش بعرقلهم شغلهم. الله خلقنا كل واحد فريد وعنده مميزات، بهالساعة بالماركة الشخصية رح نكتشف الشيء الحلو اللي فينا. كلنا بحاجة لكلمات التشجيع لنحس إنه الشيء اللي عم نعمله مهم. هيدا دوري مع الطلاب هالسنة، علمهم يرسموا صورة حلوة عن حالهم، يفكروا بطريقة إيجابية. أنا كأستاذة غنى بالأكاديمية رح أعطيهم كل شيء بقدر عليه كرمال يكونوا عم بيغنوا بثقة بجمالية وبتقنية. بتعرفوا إنه ولا مرة تغنوا بلا ما تحموا الصوت، ولا مرة من بعد تغنوا ما تريحوا دغري، لازم كمان بكره معلمكم التمارين يلي بيريحوا من بعد تغنوا. بوعدكم أكاديمية هالسنة كل حيطانة رح ترقص. برايم بعد برايم رح العالم كيف تكون واثقين من حالنا، نطلع نغني نتمكن من المسرح. طلابنا هذه السنة بيتميزوا إنه عندهم كتير مواهب من خلال أصواتهم وعنا فارياسون لكتير أنماط غنائية. موسيقياً أنا بقلكن إنه بخدمتكم لأي شيء، منظبط أي شيء. رح يكون عندكم ستريس كتير لفترة 3-4 أشهر، المنفذ الوحيد اللي عندكم ياهو سبور، أوقات الصفوف الرياضة رح يكونوا 3 ساعات بالجمعة. ما رح أخبركم عن سبور قدي بيفيد وقدي بشيل ستريس، بس اليوم جيت شفت الطلاب لأول مرة وشفت في عندهم كم حدا حيوجع لي راسي. ولتكمل جلسة التعارف كان لابد أنه يصير بين الطلاب والأساتذة خبز وملح. من هالنهار بالذات هالـ18 شاب وصبية رح يصيروا أولادنا ورح يصيروا إخواتنا ورح نهتم فيهم ورح يكونوا بعائلتهم. لازم تعرفوا يا أهليون رح نهتم فيهم ورح نرجع لكم ياهن فنانين كبار ونجمون عم يلموا.